أبرز الأخبار من قناة تن من القاهرة، أهلا بكم. أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سكولوف أن المباحثات مع الجانب المصري حول استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة ستجري في الفترة بين شهري مايو ويونيو. وقال سكولوف أنه تم استئناف الرحلات إلى القاهرة وأن الشركات المصرية استأنفت الطيران عبر هذا الخط المنتظم للرحلات، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على دراسة التجربة ثم عقد مفاوضات والنظر في خيارات أخرى فيما يخص التعاون المشترك. تغلق الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية اليوم باب سداد تكاليف حج القرعة والذي استمر على مدار أكثر من أسبوعين، وحرصت الداخلية على تقديم تسهيلات للفائزين بالقرعة للسداد في كافة أفرع البنوك الوطنية، فضلا عن إمكانية السداد في مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ضبط عناصر مشتبه بهم في استهداف موكب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري بسيارة مفخخة شرقية مدينة بنغازي. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستعلن عن هوية المشتبه بهم لاحقا عقب الانتهاء من التحقيقات معهم. كما أوضحت الوزارة أن الحادث الإرهابي أسفر عن مقتل شخص سوري تزامن مروره بموقع الحادث. أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أن الهجوم الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الذي تم تنفيذه ضد سوريا ينبغي ألا يتجدد. وأوضح تاياني إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى البحث عن الحوار والسلام وتخفيف حدة التوتر وضمان إنهاء هذه الأزمة. وشدد رئيس البرلمان الأوروبي على ضرورة وجود سياسة دفاعية مشتركة تجمع دول الاتحاد لاتخاذ موقف موحد بدلا من الانقسام، خاصة وأنه لا يمكن أن يتجاوز الوزن السياسي لدولة عضو وزن الدول الأوروبية 27 مجتمعا. لقي قياديان في تنظيم القاعدة الإرهابية باليمن مصرعهما إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين. وأوضحت المصادر الأمنية أن القياديين لقيا مصرعهما إثر مداهمة في مديرية لوضيع التابعة للمحافظة، وذلك بعد اشتباك القوات مع عناصر التنظيم الإرهابي، ما أسفر عن مصرع القياديين واللذين يعدان من أخطر قادة تنظيم القاعدة باليمن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي مع رئيس كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في فلوريدا، جدد تأكيده أن هناك طريقا مشرقا أمام بيونغ يانغ عندما تنجز نزع السلاح النووي، معربا عن أمله في أن تعيش شبه الجزيرة الكورية بأمان وسلام. رشحت الجمعية الوطنية في كوبا خلال دورة لها ميغيل دياز كانيل رسميا لمنصب رئيس الدولة خلفا لراؤول كاسترو. ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على تعيين كانيل رئيسا لمجلس الدولة في وقت لاحق، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج رسميا اليوم. كما تم خلال الدورة أيضا ترشيح نائب رئيس مجلس الدولة سالفادور فالديس لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس. أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن أمله في تحطيم الرقم القياسي في تاريخ ليفربول بتسجيل 47 هدفا في موسم واحد المسجل باسم رايان راش. وأكد صلاح خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن هناك فرصة لتحطيم الرقم بعد تسجيل 40 هدفا، آملا في أن يكون اللاعب الأول في تاريخ النادي الذي يحطم رقم إيان راش. وفي الوقت ذاته شدد صلاح على أنه يفكر في مصلحة فريقه قبل الأهداف والألقاب الفردية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.